بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم، وحلقة جديدة من برنامج الدين المعاملة. حلقة هذا اليوم بعنوان أحكام عمل النساء الأرامل. لا إشكال ولا شبهة أن الإسلام جاء بإكرام المرأة وحفظ وصيانة ورفع شأن هذه المرأة، وينقسم حكم عمل النساء الأرامل إلى الأحكام الفقهية الخمسة، فهو تارة محرم أو واجب أو مستحب أو مكروه، بالإضافة إلى أنه قد يكون مباح. تتضمن هذه الحلقة عدة محاور بالإضافة إلى المسائل الدينية والاستفتاءات الشرعية. كيف للأرملة العاملة أن تحافظ على نفسها وصيانة نفسها وتربية أبنائها من جهة، ومن جهة أخرى العمل خارج المنزل؟ طبعا هذا هو العمل أساسا يعني للمرأة ضروري، يعني ما تحتاج شخص ثاني أو تدديها الشخص ضروري، حتى لو كانوا أهلها. للأرملة. خصوصا للأرملة لازم تعتمد على نفسها بكل المجالات، لأنه هي اللي راح تكون المسائل الوحيد أمام الله. إذا وصلت إليها نوبة الإنفاق فبعد هي كنت تنفق على أبنها، هي المسؤولة عنها، هي الأم والأب. شون تختار هذا العمل، أو تختار عمل تقدر تحافظ على تربية أبنائها، وهي مطلوب منها توفير المعيشة وتربية الأبناء، شون تختار هذا العمل؟ ضروري اختيار العمل المناسب. يعني المناسب، لأنه هي انصعدت ونزلت، هي مرة لازم تختار العمل المناسب لها حتى تأمن عيشة كريمة الأولاد والنفسها بالدرجة الأولى. زين. مثلا من الأعمال اللي تعتقدون بها مناسبة وتقدر، مثلا ساعات الدوام أقل حتى تقدر ترجع إلى بيتها وتربي أبنائها؟ طبعا أكيد، هي يعني أحكي عن نفسي، يعني الخياطة. زين. لأنه يعني مهنتي مثل ما يقول، واكو هواي شغل للمرأة، يعني هواي مكانات مناسبة لها، بس اهم شيء تختار المكان المناسب اللي ما بيه مضرة لها ولا بيه منقصة من كرامتها. مولاي، هل السلام على المرأة حلال أم حرام أو بيه إشكال؟ وعمل المرأة بين الرجال هم بيه إشكال؟ بالنسبة لسؤالك الأول، يعني حكم السلام على المرأة، تدرون إذا كانت المرأة شابة، تذكر بعض الروايات أنه يكره ابتداء السلام على المرأة الشابة. ليش؟ لأنه خوفا من شنو؟ من تبعات السلام. يكره، مو حرام، مكروه ابتداء السلام. لا تبتدي السلام، مضمون كثير من الروايات ومنها عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، يكره ابتداء السلام على المرأة الشابة، أما غير الشابة لا، هذا مورد الكراهة ما موجود. واضح؟ سؤالك الآخر تسأل عن عمل المرأة بين الرجال. عمل المرأة، إذا كانت المرأة مكافحة وتقدر يعني تشتغل أي شغلة مثلا داخل بها رجال، إذن هذا العمل زين. بس أول قضية، إحنا نتحدث عن حكم عمل المرأة إجمالا. حكم عمل المرأة أنت برأيك، تدري عندنا إحنا أحكام فقهية خمسة، صح لو مو صحيح؟ شنو هي الاحكام الفقهيه الخمسه؟ عندنا واجب، عندنا مستحب، عندنا مكروه، عندنا حرام، عندنا مباح. خمس احكام فقهيه. انت برايك حكم عمل المراه يا حكم من الاحكام الفقهيه الخمسه؟ يعني الفقيه وظيفته شي يقول لنا، يقول لنا واجب، يقول لنا مستحب، يقول حرام، يقول مكروه، لو يقول مباح، يقول وحده من ذني. هسه أنا دا أسألك، أنت شو تقول حكم عمل المرأة؟ شنو من ذني الأحكام الفقهية الخمسة؟ ما أعتقد به حرام. زين، إذن أنت تستبعد يعني خيار الحرام. زين. صحيح، لأن بهالوقت اللي يعيش، بالأخص المرأة. المرأة بهالوقت يعني مثلا تقدر تشتغل شغل الخياطة، تقدر تشتغل داخل مثلا المعمل برجال. زين. وهذا عمل خياطة. جيد جدا. هسه انت استبعدت مو حرام. نعم. زين. ومو مكروه. مو مكروه. زين، اذا يبقى لنا ثلاث احكام فقهيه، واجب لو مستحب لو مباح، انت شو تقول؟ مستحب.
مستحب. زين، أني أجاوبك، أنت قاعد تقول مستحب، وصولك إلى هذا الخيار خيار شبه صحيح، بس أنا أقول لك حكم عمل المرأة اللي تشتغل ينقسم إلى الأحكام الفقهية الخمسة. مرة واجب، واجب على المرأة تشتغل. شو وقت؟ شو وقت واجب؟ بالطرار. إذا وصلت إليها نوبة الإنفاق، من الواجب ينفق؟ الواجب ينفق الأب. زين، مات الأب، من الواجب عليه تنتقل نوبة الإنفاق لمن؟ إلى الجد من طرف الأب، يكون ينفق عليه من؟ على الصغير، على الأطفال. مو إذا فقد الأب ووصلت إليها نوبة الإنفاق، يعني يكون منو اللي ينفق؟ الأم. ماكو أب، ماكو جد من طرف الأب. إذا وصلت إليها نوبة الإنفاق وما عندها فلوس، ما عندها أنه تنفق عليهم، يجب عليها العمل لو ما يجب؟ يجب عليها العمل. إذن بهاي الصورة حكم هاي المرأة عملها شبيه واجب ومستحب، واجب تشتغل حتى توفر، وصلت إليها نوبة الإنفاق توفر المن لهؤلاء الصغار لقمة عيش. هذا واجب. نوبات يصير على المرأة وجوب، مو كفائي، مو وجوب عيني. أنت تدري أكو فرق بين الوجوب العيني والكفائي. الكفائي يوم اللي يصير عندنا مثلا حروب نحتاج ممرضات، إذا ما عندنا ممرضات منو يعالج النساء المريضات؟ مثلا نحتاج تدريسيات، بناتنا في الثانويات في الإعداديات نحتاج مدرسة وليس مدرس، صح لو مو صحيح؟ مين سجم؟ أصلا مو صحيح هذا الاختلاط يكون. بالتالي ربما عمل الممرضة في بعض الأحيان وجوب كفائي لو مو وجوب كفائي، نحتاج طبيبة، نحتاج مدرسة، معلمة، عمل زين. إذا مرة يكون عمل المرأة شبيه كفائي واجب، مرة يكون مستحب، لأنه كل روايات العمل أو جل روايات العمل شو تقول؟ تقول اعمل. هل اختصت هذه الروايات للعمل للرجل لو شاملة للرجل والمرأة؟ شاملة للرجل. ممتاز والمرأة. ممتاز. فإذا كل هاي الروايات اللي عندنا تقول اعملوا اعملوا اعملوا، كلها اللي تقول كلها شاملة، شاملة للرجل والمرأة، شاملة. بالتالي ايش نفتهم؟ نفتهم مستحب للمرأة كما هو مستحب للرجل شنو؟ العمل. إذا حالة ثانية يستحب لها حينما لا تحتاج إلى المعيشة وقادرة على شنو؟ على إدارة شؤون بيته، ويسمح لها الزوج إذا كانت متزوجة ما عندها مشكلة، مستحب إلى العمل. شو وقت يكون حرام؟ زين، مو لاي سؤال دقاطع. نعم. زين، إذا كان الزوج متوفي، زين، أها، وعدها واحد من أخواتها معارضين، من ولد ولاية. عمها، لا ولاية للأخ على الأخ، لا ولاية للأخ، الولاية للزوج بالخروج بعدم الدار من إذا كانت متزوجة للزوج، وإذا كانت غير متزوجة والأب موجود للأب، ماكو ولاية للأخ ولا ابن العم. زين، هسه إحنا وصلنا للحرام، شو وقت يكون حرام عمل المرأة؟ إذا كانت متزوجة والزوج لا يرضى، المرأة حرام تخرج من الدار بدون إذن الزوج، بالتالي حرام تشتغل له، مو حرام، حرام هو قاعد يوفر له. شو وقت يكون مكروه العمل له؟ وإحنا قلنا تنطبق عليه الأحكام الفقهية الخمسة. شو وقت يكون مكروه؟ مكروه حينما يتزاحم مع شنو؟ مع مهمة أخرى أعظم وأهم. شنو المهمة الأخرى؟ اللي هي حسن التبعض أو حسن تربية الأطفال. إذا زاحم تشتغل برا لو تربي أطفالها، تربي الأطفال، إذن مكروه هنا أن تشتغل إذا تزاحم تقدم ياهم تربية أطفال. تربية الأطفال. حسن التبعض جهاد المرأة، الرواية تقول حسن التبعض جهاد المرأة، حسن التبعض أنه تتفعل إلى زوجها، يعني شلون تتفعل؟ تتهيئ، تتعطر كذا إلى آخره من التهيئ. بالتالي إذا هذا بعد يصير ما عنده وقت وما بيها حيل تتفعل إلى زوجها، شو يصير العمل؟ مكروه. ما عدا هذه الموارد الأربعة عمل المرأة شبيه مباح.
فصار حمل المرأة ينطبق على الأحكام الفقهية الخمسة. تدرون تواجه الأرملة في بعض الأحيان صعوبات أكيد. شديدة خصوصا في توفير المعيشة. كيف تجتاز هذه الصعاب؟ يعني إذا أمكن فشيء من واقعكم العملي، شلون اجتازيتوا الأزمة وتوكلتوا على الله سبحانه وتعالى؟ الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم عند حديث يقول رحم الله من جب الغيبة عن نفسه. هذا الحديث دائما أنا أردده بنفسي. يعني هي المرأة بإمكانها تخلي نفسها يعني تحافظ على نفسها، لأنه هي الناس إلها الضار، فما تكون محتشمة وما تكون مرتبة وما تكون قليلة الكلام، راح الناس تحترمها أكيد وعملها راح يمشي صحيح. زين، هاي أول قضية، اختيار مظهر لائق لجلب الغيبة ومنع الغيبة. زين، شلون تجتازون الصعاب في توفير المعيشة؟ إذا عندكم قصة من واقعكم العملي مريتوا بأزمة وشون قدرتوا تجتازون هذه الأزمة؟ يعني سنة من السنين أنا هم أنا قلت لك هذا عملي خياطة، يعني صار سنوات. الأبرة دخلت بإيدي فقعدت بالبيت، يعني شغل ماكو ما أقدر إيدي يعني ورمت صار إشكال، هذا أثر باقي لحد الآن. بس أبو العمل يعني هو كان إنسان خوش إنسان صراحة الله يرضى عليه، كان يمشي راتبي وأنا قاعدة بالبيت، يعني حتى ما قطع هذه، فهي كانت ازمه عندي يعني يعني صراحه كنت متقبلتها بس بنفس الوقت على مضض. من رجعت قلت له راح اشتغل الفتره اللي قعدتها بدون اجر، يعني حتى اعوض اللي طاني اياها هو الرجل كراتب، هو رفض بوقتها. يعني هاي هذا من ضمن المواقف اللي يعني زينه اللي انا اشيد بها. يعني اذا رب العمل يوم اللي يشوف ارمله وقد تمر في سحاب، يعني لابد انه يحاول ان يتعاون مو يتعامل طبعا بال... المفروض ايه، لان هي الدنيا لازم واحد ناس تعطف على ناس ثانيه، ارحمه ارحم من في الارض ارحمه كمان في السماء، هو هذا المفروض يصير. والله انا بصراحه خلال يعني شغلي وهذه ما مريت بحاله مال يعني شلون ما يقول ناس استنقصت مني او فشي، لا الحمد لله والشكر اي ما مريت بهذا الشيء ولا مرات صعاب ما لا اسمع بهذا الشيء بصراحه، ويا نساء اعرفهم صديقاتي واخواتي بس انا ما مرت فيه. ربما يعني قوه الشخصيه احتمال احتمال كبير اي احتمال، يعني هو الشخص اذا محترم نفسه اكيد الناس تحترمه. شنو اجر المراه اللي تربي ايتام؟ يعني انتم تدرون تربيه الايتام خصوصا اذا كانت هي ارمله في حاله نفسيه صعبه، هي تحتاج إلى مداراة، وهي راح تكون في مدارات أبناء محتاجين إلى أب وإلى أم، إذن أو حتماً سيكون الأجر عظيم عند الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من عمل أبداً. روايات عديدة، روايات عديدة يعني قاعد تحث على مدارات اليتيم، بالتالي هي قاعد تربي يتيم كثر ما إلها من أجر. رواية من عدل، من مسح على رأس يتيم تحننا ترحما، مضمون الرواية له بكل شعرة حسنة، أو في رواية أخرى قصرا أكبر من الدنيا بما فيها، كل شعرة في رأس اليتيم اللي يمسح على رأسه. في رواية أخرى عن مضمون الرواية عنهم عليهم السلام إن للجنة باب يقال لها باب الفرح، لا يدخلها إلا من فرح يتامى المؤمنين، بالتالي يفرحهم شنو؟ أجر عظيم. من مصادق البركة هي الاهتمام باليتيم، من مصادق قضاء الحوائج الاهتمام باليمين، من مصادق دخول الجنة حتما من فرح يتامى المسلمين، من أعان يتيما حتى يستغني أجره الجنة، كتب الله له الجنة، رواية عنهم عليهم السلام. إذن حتما هي من مصادر دخول الجنة كما هو في مضمون روايات، أجرها عظيم خصوصا وهي بحاجة إلى مدارة وهي تهتم باليتامى. أنتوا تدون الأرملة طاقة مو طاقة معطلة، برأيكم كيف يمكن استثمار هذه الطاقة لخدمة البلاد والعباد؟ هي بعد أنتم برأيكم كأرملة؟ أنا رأيي
رأيي بأنه هي تستغل طاقتها يعني تستثمر طاقتها العمر هو إلى وقت محدد يعني زي. المرأة من تكبر بعد ما تقوم تقدر تسوي الشيء اللي كانت تسويه إنتاجها يقل فلازم هي بهذا الوقت تستغل وقت شبابها بالشغل بالعمل زين بين ما تكبر أولادها بعد هم يستلمون الزمام الأمور زين الأرملة لها همم أو لهن همم وفي الغالب إن شاء الله تعالى الله سبحانه وتعالى ترتفع هذه الهمم أو لا قدر الله تنجرف إلى المهالي ما هي البرامج المناسبة برأيكم للأرامل لحفظ الأرملة من الضياع؟ والله برامج التوعية يعني أنا كنت من الناس من كنا دائما أنا كنت صاحبة مؤسسة إنسانية كنت أسوي دورات توعية للنساء يعني على الابتزاز الإلكتروني عن حتى المخدرات يعني هواي سويت برامج توعية أول قضية تعتقدون مهمة بالنسبة للأرملة وحفظ الأرملة من الضياع هي التوعية يعني لازم بحث المرأة دائما على الدورات التوعية دائما استثمار طاقتها في العمل خصوصا المرأة الأمية يعني صراحة يعني المتعلمة نسبة قليلة يعني يقوم بالخطأ وهذا بس اللي ما تعرف تقرأ وتكتب واللي قليلة هاي لازم لها وقليلة إدراك ووعي وتعامل مع الآخرين ومع الحياة طبعاً. القضية الثانية هي العمل تعتقدون به ضروري خصوصا احنا حلقتنا اليوم عن عمل نساء الأرامل العمل اذا كانت هي ما عندها مورد ما عندها مثلا ابن او بنت يعني تعمل هذا البنت صعوبه يعني انا اشوف انا بنتي يعني اقول لهم الا انا جوري تراب يلا خليكم تشتغلون البنات يعني بس الولد لا الولد لازم واحد يشوف طريقه اي لازم أي. بالتالي اذا ما عندها معيشه اذا ما عندها تضطر للعمل بصراحه انا من الناس اللي ما اعرف اقعد حتى لو عندي الحمد لله والشكر هي ما اقول لك احنا في دمار لا الحمد لله احنا مستورين بس انا ما اعرف اقعد هذا بعد هو العمل عباده بعض الروايات تذكر غيره المراه على الرجل كفر او غيره الرجل على المراه ايمان يعني انت تعتقد تسال عن صحه هاي الروايات عن صحه هذه الروايات وارد هكذا رواية في نهج البلاغ في نهج البلاغة عن الإمام أمير المؤمنين شو تقول الرواية تقول غيرة المرأة كفر وغيرة الرجل إيمان طبعا لا يوجد في هذه الرواية ما يسيء إلى المرأة وما يخدش إليها ما شلون ما أقول هاي الرواية من يقرأها واحد أول مرة عباله بيها إساءة للمرأة ليش لأن قاعد تقول الرواية كفر. غيرة المرأة كفر وغيرة الرجل إيمان زين إحنا شو نقول نقول أولاً نسيء للمرأة هاي والرواية فعلاً موجودة في نهج البلاغة هاي الرواية قاعد تبين واقع المرأة شنو واقع المرأة قاعد تبين لنا يوم المرأة غار على رجلها قد تصل إلى حالة الكفر شلون يوم اللي يتغار عليه وما ترضى يتزوج زوجة ثانية الزواج بالزوجة الثانية حلال لو حرام حلال بس يمكن أعتقد بشروط زين اسم الحدا شروط ما بشروط حلال إذا هي تنكر حلية الزواج بالزوجة الثانية كفرت بالشريعة لو ما كفرت طبعا الكفر هنا مو معناه خارج عن الدين لا معناه نكرت جزء من الدين يقول الرجال يصير يتزوج بالزوجة الثانية يصير هي ايش قاعد تقول ما يصير تقول حرام في يوم اللي وصلت بغيرتها على زوجها تريد اقتصار الزوج على نفسها كفر لو مو كفر صار زين بخلافه بالرجل اذا غار على زوجته معناه شنو يمنعها من الحرام يمنعها من الزنا المحرم والعياذ بالله بالتالي هذا ينسجم مع الطاعة الإلهية لو ما ينسجم حرص إيمان لو مو إيمان إيمان إذن يوم اللي يغار عليها ويمنعها من الزنا ويحافظ على عفتها هاي غيرة الرجل هنا إيمان لو مو إيمان إذن الرواية ما بيها انتقاص من المرأة ولا ظلم للمرأة لكن قاعد تبينن يوم اللي يتغار المرأة على زوجها أدى بها إلى الكفر اللي قاعد يناقض مفردات الشريعة وبخلافه
الرجل يوم اللي غار على زوجته قاعد يحفظها من الزنا ومن العلاقات المحرمة والاختلاط المحرم والعياذ بالله. بالتالي هذا فعلا هو إيمان. تدرون العفة والحجاب وعدم الاختلاط المحرم، هذه القيود أو من الأمور المهمة التي تحفظ شأن الأرملة. أكيد. كيف يمكن أن تتعاملون مع هذه القيود الثلاثة، عفة وحجاب وعدم اختلاط محرم؟ هي الحجاب بالدرجة الأولى هو أصلاً إحنا يعني إحنا مجتمع إسلامي، بالتالي الحجاب متوفر. هذا الحجاب في أغلب أرامل. أكيد هذا منتهي من عنده. بدليل أنت تشوف يعني. وتبقى العفة هي المرأة هي وتربيتها. تربية تلعب دور كبير يعني هذا الموضوع. القيد الثالث هو الاختلاط المحرم. احنا ما عندنا مانع في بعض انواع الاختلاط على ان لا يكون يؤدي الى اختلاط محرم لا قدر الله. نعم. بالتالي احنا يمكن للمرأة العاملة اليوم او الأرملة العاملة العمل مع هذه القيود الثلاثة وتحافظ عليها؟ تقدر تحافظ عليها. بين جيش هي المرأة تقدر تحافظ عليها. برأيكم من نصيحة للأرامل اللي تفترع المؤسسات الإنسانية وتدعي عدم توفير فرص العمل أو تنتظر التعيين الحكومي وتدعي ما في عمل، شنو نصيحتكم لهذه الأرامل؟ والله هي مو تعتمد على المؤسسات يعني غلط، يعني غلط. المؤسسة تنطيها مرة مرتين ثلاثة وراها يعني وش توفر المؤسسة؟ وش توفر؟ شنو سلة غذائية تعيشها شهر؟ لا زين. بس لازم تعتمد على نفسها وتبحث أكثر من مرة، يعني مو تعتمد الاعتماد كله ما يفيد. يعني اكو نساء كانوا يجوني للمؤسسه نعم واجيب لهم فرصه عمل يقولون ها ما نقدر احنا نريد عمل غير شكل يعني، بالتالي هي ما تقوم تشتغل وبالتالي تظل قاعده وتعتمد على المؤسسات وتعتمد على الناس الخيره. صعب. زين، بالتالي انتم ضد هذه الدعوه؟ لا لا ضدها، انا ضدها. اي ماكو انه ماكو عمل؟ لا أكو. ممكن اللي تريد تشتغل احكي لك قصه عن هاي الموضوع؟ بل انا كنت ما اعرف انظم الابره مال الماكينه، ما اعرف. بل اشتغلت سنتين بمعمل مال دوشمة على مود اتعلم، بس بلاش بلاش اشتغل لهم خيط على مود بس اتعلم، وصرت هسه فورمان يعني اخيط وافصل. انا شكرا. هي شنو هي يعني مثل ما يقول همه مرض، هي تبي تسوي شيء تسوي. نعم. واذا تحب العمل تنجح به. اراده اذا كانت إرادة. تتحقق طموحها يكون ضمن اسقف جيد بالمكان الصحيح. نعم. شنو الفرق بين عدة المطلقة وعدة الأرملة؟ انتو تدرون أول قضية عدة الأرملة شقد؟ 4 أشهر و10 أيام. هاي عدة الأرملة. عدة المطلقة 3 قروء، يعني يفسروها 3 أطهار. أول نظافة إذا كانت هي حتما نظيفة وطلقت، أول دم، ثم طهر أول، هذا يحسب طهر أول، ثم طهر ثاني، برؤية الدم ثالثا تنتهي عدة المطلقة. فلذا عندنا فرق بين عدة المطلقة وعدة الأرملة. البعض يسأل ليش هذا اكو فرق بين عدة الأرملة؟ هو هذا اللي يعرف الفرق. انت برأيك ليش اكو فرق؟ هي عدة الله سبحانه وتعالى أمرنا بعدة، حكم شرعي. ليش عدة الأرملة تختلف عن عدة المطلقة؟ تجد هو سألتك انا اذا اعرف شنو الفرق يعني اللي بينها. اول قضية الله سبحانه وتعالى في الكتاب ثبت ان الحكم عندنا المطلقة لها عدة والأرملة لها عدة اخرى. ثاني قضية، خالق الخلق هو أعلم بيش أعلم بمصالح البشر ومنافعهم، بالتالي إحنا شنو؟ إحنا عبيد وهو الخالق العبد. هاي غالبا هاي الأحكام كون شنو؟ نأتمر بأمر الخالق. هسه نعرف السبب ليش أو ما نعرف السبب ليش. ورد في الكتاب يقول المطلقة 3 أقروء والأرملة إيش كثر؟ 4 أشهر و10 أيام. بالتالي عبد يؤمر فينفذ.
سواء علم أو لم يعلم. برنامجنا اسمه الدين المعاملة. الله يحفظكم. الدين المعاملة فعلا الدين هو صلاة وصيام وعبادات، لكن هو جانب معاملات. كل حلقة من حلقات برنامجنا ترسم لون معين من ألوان العمل بحالته المثالية. هل يمكن ذكر مصادق برأيكم تجسد مصداق الدين المعاملة في مجال عمل النساء الأرامل؟ يعني عمل لنساء أرامل شون نجسد مصداق الدين المعاملة؟ أو أرملة خيرة، مو نقول عليها خيرة يعني تصلي، لا إحنا قاعد نقول مصداق يعني يجسد الدين المعاملة في عمله. شو تمثلون؟ والله مجموعة من المصادر. برنامج دين المعاملة يعني أنا اللي أعرفه أنا من خلال يعني متابعتي للسادة والدورات المحاضرات مالتهم. فأشوفهم يعني هو يعني يميلون للنساء العاملات اللي يقدحون يشتغلون يهتمون فإيه يعني منطيها كل الحقوق صراحة يعني. باعتبار الإسلام بعكس اللي نعرفه يعني المرأة مهمشة، المرأة مالها دور بالمجتمع. بالعكس أنا أشوف الإسلام منطي دور للمرأة كلش كبير. زين جيد جدا. مصداق إحنا سنبدأ بالمصادق نتحدث فيها. مصداق أول أنتوا ذكرتوه في بداية كلامكم أنه تهتم بتوفير لقمة عيش إلها، لقمة عيش كريمة إلها والأبناء. هذا مو يجسد لنا مصداق الدين المعاملة؟ زين. مصداق آخر ما تشوفون أنه اهتمامها في اختيار عمل ينسجم بينها وبين حفظ مكانتها والاهتمام بتربية العمل الصحيح اللي يناسبها وتربية أبناء. تربية أبناء ما تضيع على أنها هي معادلة. أكيد. لابد أن تتعادل لأن هي أساس البيت الأم. يعني الأم إذا ضاعت الأولاد يضيعون. مصداق آخر من مصادق برأيكم شنو الدين المعاملة؟ يعني أهم شيء تحافظ على نفسها مثل اللبس. هل الأرملة عليها خمس؟ زين. أنتوا تدرون يجب الخمس على كل شخص، بس سواء كان أرملة أو مو أرملة واجب على الكل. إذا كانت عنده أموال مضت عليها سنة ولم ينفقها في المؤونة يعني حاجته الضرورية عليه لو ما عليه عليه. إذا عنده أموال دارت عليها سنة ومصارفها بالمؤونة، بالتالي الأرملة اللي هو أنتم محل سؤالكم إذا عندها أموال دارت عليها سنة ومو صرفتها بالمؤونة عليها خمس وما عليها عليها خمس. وكذا الأعيان. الأعيان مثل إيش؟ مثل الأثاث، مثل الملابس، دارت عليها لن تستعمل يعني لن تستهلك بالمؤونة هاي الأثاث ودارت عليها سنة عليها خمس وما عليها عليها عليها. بالتالي الأرملة حال حال الآخرين، إذا عندها أموال دارت عليها سنة ولن تصرفها بالمؤونة عليها. كيف للأرملة العاملة أن تنظم الوقت بين العمل ومهمة تربية الأبناء والعمل داخل الدار؟ وهم يحتاج من هذا ترتيب طبوخ مو؟ نعم. شلون تقدر توافق بين الأمور الثلاثة؟ والله أنا أحكي لك عن نفسي يعني أنا من الليل أرتب كل وضع يعني مثلا غداهم أو ترتيب أمورهم الصبح يعني هم نايمين. حسيت انه عطله ماكو مدارس بس بالمدارس لا انا الصبح موجوده وياهم انا قريبهم وتطلعيهم للمدارس غداهم موجود انا ما موجوده عندي بنتي يعني هي تحمي ترتب لهم زين وتطلعيهم للمدارس. هذا برنامج هذا صار سنه وتنظيف الدار تنظيف لهم البنات يعني مشين امورهم حتى الولد عندي هم شطار يعني زين يعني كل من معتمد على نفسه. جلسات اخلاقيه تربويه موجودة ما مفقودة يوميا عندي الجمعة. الجمعة هي عطلتي فعندي الجمعة يعني تعرف انت الجمعة فيها هواي طقوس خصوصا احنا يعني الاسلام يعني الصلاة اللي تعرف انت بعد بالتالي يوم اللي تكون قاعدة دائما تكون قاعدة لا مرتبة ويكون فيها حوار اخلاقي لطيف شنو اللي صار هذا الاسبوع شنو المقاليليات على سوالف لطيف فنفتح مواضيع.
بالتالي اهم شيء المراسيم الدينيه اللي تنعكس ايجابا على اخلاقهم، والحوار يكون حوار مفتوح وصريح اكيد لما يجري خلال الاسبوع. انا صديقتهم الاولاد مو بامهم، ما يعتبروني امهم، قلت لهم انا لا تعتبروني امكم، انا صديقتكم. بالتالي تقويمهم يكون من خلال ازاله الحواجز والموانع بين الام والابناء. نعم. وممكن ان يجتازون، ودائما نذكرهم والذكرى للمؤمنين. اكيد ذكر النفع. صدق الأرملة ما يصير تصرف بأموال أيتامها. أول قضية أي صحيح، أي صحيح ما يصير الأرملة تصرف بأموال أيتامها إذا كان الأب متوفي. من يكون ولي أمرهم؟ مو الأمهاي، من يكون؟ تجد تقول من يقول ولي امرهم يصير عمامهم؟ لا مو عمامهم. انت بعد شو تقول؟ الجد من طرف الاب. الجد. يعني ابو ابوهم. ايه ابو. فما يصير انه هي تتصرف باموال الايتام. ايه. الا شنو؟ ايه. الا باذن الجد من طرف الاب. ايه هسه اذا ماكو جد من طرف الاب ميت، من يصير يتصرف باموالهم؟ الاعمام؟ ايه. لو الاخوال لو هي، انت شو تقول؟ والله انا اقول عمامي يعني. لا هم مو عمام. بعد التجدد خوالهم؟ هم مو خوالهم. يدخل بعد طرف الرأي يعني الثالث. اي من الطرف الثالث؟ امهم. هم مو امهم. من يكون ولي امرهم؟ الحاكم الشرعي. اللي هو المرجع الاعلى. فهنا اذا الام تريد شنو؟ تريد تتصرف باموالهم، ما يجوز انها تتصرف باموالهم. يعني شو تسوي؟ تقول شو تسوي؟ تاخذ قيمومه من المرجعيه. تروح تقدم طلب من المرجعيه او المعتمد، تاخذ قيمومه عن يمن على ابناء. هاي القيمومه من تاخذها وتقدم الطلب تكون بحضور الاعمام والاخوال. ليش؟ حتى يثبتون كفاءه ونزاهه وعدم خيانتها للامانه وتحملها وتصديها لمن؟ لاداره اموال ابناء. واضح؟ فانت تسال ما يصير تتصرف؟ اي صدق ما يصير تتصرف الا باذن الجد. جد ماكو؟ تاخذ قيمومه من المرجعيه للسيد السيستاني الله يحفظه او المعتمد حضور الاعمام والاخوال. ما يجوز لها ان تتصرف، مو صاحبه ولايه، الحاكم الشرعي هو يكون ولي امرهم، فتستاذن من عنده عم تضمن حقوقهم. واضح ان شاء الله؟ واضح. الرجال اذا عنده كان اطفال والمراه اذا عندها كانت اطفال، هل يصير يزوجون دول الاثنين يعني؟ طبعا هي ماكو مشكله في زواجهم، لكن وين المشكله؟ المشكله اللي عندنا اذا رجال عنده جهال وهي عندها جهال. المشكله مو في زواجهم، المشكله ان اولادهم هم اجانب. يعني شنو اجانب؟ ليسوا اخوه تمام وليسوا محارم. بالتالي يجب الحجاب بيناتهم لو ما وجب؟ يجب. يجب. زين اذا عايشين ببيت واحد يكون اكو حجاب؟ يكون اكو، ماكو اختلاط محرم، شقة مزاح كذا. هذه المشكله العدل. والا يتزوج رجل من امراه هذا عنده جهال هي عندها جهال، ليسوا من المحارم، ما عندنا مشكله يعني ماكو اي اشكال. لكن عندنا مشكله ابنائهم أن لا يكون بينهما اختلاط محرم، ولا بد أن يكون بينهما شنو؟ حجاب. تدرون كل إنسان عنده رسالة في الحياة، مو؟ نعم. اليوم رجل الدين عنده رسالة، والأرملة العاملة عندها رسالة. شنو هي رسالة الأرملة العاملة؟ والله بالدرجة الأولى رسالتها توصل أولادها لبر الأمان. زين. يعني تكمل دور الأب، تمشي بمسيرتها. لطيف. إنها قادرة على العمل. إن شاء الله. وبناء مجتمع. الحمد لله. وبناء بيت صالح ولا تنتهي الحياة. سبحان الله. المرأة يعني من يتوفى زوجها.
رب العالمين يعطيها قوة. من كانت هو يعني أنا أحكي عن نفسي كتدرس فيها، من كان موجود يعني أنا ما مهتمة، كأنما هو كان حايط موجود عندنا وإحنا مستدين عليه، بس من توفي رب العالمين أعطاني القوة حولها إلي. شكرا. الحمد لله. إي والله هذا الشيء أنا مجربته. إذا إن شاء الله قادرة الأرملة العراقية على إدارة شؤونها وتنهض في بإرادتها. إرادتها تقدر. إرادتها. تقدر تميل ويا الزمان، يميل وياها، تقدر توقف شجرة. هي بإرادتها. حتما للمرأة العاملة أو الأرملة العاملة في عملها مجموعة من الإيجابيات، وفي المقابل السلبيات. نقدر احنا ذكرنا مجموعه من الايجابيات اللي قاعد توفر لهم لقمه عيش حتى تبتعد عن مد اليد للمساعدات الانسانيه من سله غذائيه الى اخره. سلبيات عمل الارمله شنو اللي تعتقدون بها؟ سلبيات هي مو الكل يعني البعض اكو بهم يعني يبر يعني يفرضون شغلات يعني على اولادهم، اذا هم مثلا تعبانين يجون يعكسون هذا الشيء على اولادهم. اي انا ايش يعني لانه عاشرت تجي امور يعني عرفت يعني تجي مرهقه تطلعها على اولادها تعكس تعبها عليهم فيصير تضاد بيناتهم. فحتى يقولوا لها يعني قعدي برد شغلك انت ذاتي، فتضطر اكو بنات يعني اعرفهم يقول احنا نشتغل وانا اشوفه كله غلط لانه سوء الخلق اللي قاعد ينعكس من ارهاقها بالعمل اي يتعكس على بيتهم والظروف الصعبه. زين بعد من سلبيات عمل الأرملة التأخير، إذا الشغل تتأخر هم وقت متأخر هم صعب، ولعله ترك أولادها نهار كامل والليل هم صعب، لعله التقصير نوبات يكون تيجي متعبة. إي طبعاً إيه. هو سبب هذا سبب التعب والإرهاق، لكن كلها نجتازة يوم اللي تكون صاحبة إرادة كل هاي السلبيات نقدر نجتازها وتكون هي قادرة على التحدي. تقدر هي هذا التعب كله هي دقيقتين تقعد فيها ولا تتعوضهم التعب كله، تغير فكرتهم كلها. هذا كله يعتمد عن ثقافة وإرادة هاي المرأة العاملة. قلت لك أنا ثقافة تلعب دور كبير. بل. والعلم هم يلعب دور كبير. هسه أنا إيش قد أحكي عن نفسي، يعني ما أعرف بعد غيري شلون يصرفون. يعني هذا شغلي كله وأنا من أرجع قبل ما أنام أنا عندي يعني مخلي عدة كتب يعني مراجع أقرأ بيها. لطيف يعني مطالعة. اي اي دائما احبها، عندي قصص الانبياء دائما بها عبر هواي. بلي حتما كلش تعجبني، ونهج البلاغه الامام علي السلام الله عليه السلام. بالتالي اليوم كل ما كانت اكثر معرفه كل ما كانت اكثر لمعالجه وعيد. سلبيات اكثر وعي عمل الارمله العامله. مريه ارمله حلفت بالعباس لانه ما تتزوج زين، وهسه تريد تتزوج شلون؟ شلون؟ سؤال زين. اول قضيه احنا نسالك سؤال، هي حلفت بالعباس يصير تحلف بالعباس لو ما يصير؟ هاي بعد هي يعني انت هاني سدا سيده انت شو تقول يصير تحلف بالعباس لو ما يصير؟ يصير والله يصير يعني. زين اذا جوابك صحيح. اول قضيه يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وآله وأمة أهل البيت عليهم السلام وسائر النفوس المقدسة، يصير نحلف فيهم. هاي أول قضية. يصير نحلف بالكعبة لو ما يصير؟ والله هي الكعبة بيخلها عم يصير. يصير زين. ويجوز الحلف بالكعبة وسائر الأماكن المقدسة. واحد يحلف والنجف يصير لو ما يصير؟ يصير. ولكن ها يصير، ولكن شنو لكن؟ لا ينعقد اليمين، يمين ينعقد بالذات المقدسه بالله. بالله رب. اذا من عقد يمين بيها؟ اي بالله. هي حلفت بيه من بالعباس، حلال تحلف بالعباس لكن يمين ما ينعقد، بالتالي هسه هي تريد تتزوج. يصير تخالفها لو ما يصير؟ يصير. ولا اثم على المخالفه. ولا كفاره، حتى ما يحتاج كفاره ولا اثم. هسه تريد تحرص قدرها. واضح؟ انت تسال حلفت بالعباس قالت ما اتزوج، هسه تريد تتزوج يجوز مخالفه هذا اليمين، هذا يمين صحيح لو مو صحيح؟ حلال. حلال ولكن لا ينعقد به اليمين، بالتالي مخالفته لا اثم به
ولا كفارة، لا يحتاج إثم ولا لا كفارة، ولا كفارة، لا تدفع كفارة ولا ولا تدفع، تروح تتزوج تتزوج، يعني حلال عليه. حلال. إذا الأمرة عامية وجهالها صادق، هل يصير أن نعطيهم حق للسادة أو للعامية؟ يعني أنت تسأل هي عامية، عامية هي وجهالها الأيتام سادة، سادة ليش نعطيهم حق سادة لو حق سادة أو لو حق عوام، حق الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. طبعا إذا كانوا محتاجين عندهم حاجة وهم من السادة وحاجتهم ضرورية يجوز إعطائهم الحق كاملا. تمام. واضح؟ وإلا إذا لم تكن حاجتهم جدا ضرورية يجوز أن نعطيهم من سهم السادة وسهم العوام يحسب إلى الأرملة، هاي إذا هي كانت محتاجة طبعا مع شرط التدين. تمام. برأيكم كيف تتعامل مع حالة الأرملة؟ الأرملة كيف تتعامل مع اللحظات الأولى من ترملها؟ برأيكم وشنو النصيحة اللي تقدمونها؟ نعم، هي المرة الأرملة من تترمل راح تكون تحس بنفسها بأنه هي فقدت الزوج، فقدت المصدر الرزق اللي كان مفتوح بيتها على أساس الحائط اللي عبرتوا عنه اللي تستند إليه، السند بعد الله هو كان اكيد هو الزوج بالي. وبعد الاهل بالي. فمن تكون تشوف نفسها وحدها لا ما تظل ساكته حاطه ايدها على خدها وانا ايش راح اسوي ايش راح اسوي، ما تعتمد على بشر، يعني البشر يعني مره مرتين حتى الاخ حتى الاب يعني هم الى وقت يمل، بس هي بجهدها وبمثابرتها وبارادتها تقدر هي تعبر هذا الوضع اللي هي به من خلال مثلا يعني ما تعرف تخيط تروح تدخل دورات خياطه تتعلم جيد يعني، وحتى الحلاقه، الحلاقه هي صح هي مهنه انا اشوف اكثر الناس يعني ما ترغبها بس هي مثل ما يقول اكو يحبوها ضمن معايير شرعيه يعني واخلاقيه، يعني اللي يحب الشيء ينجح به، ينجح اذا هي تحب هذا الشيء شكو به تنجح به، بس اهم شيء تمشي وفق ماده الاحترام يعني اللبس. هي مهنه الحلاقه ما ترتبط بالرجال اكيد بس نساء، بس تحاول يعني قدر الامكان مظهرها الخارجي يحكم شخصيتها خصوصا بالطريق يوميا، يعني الناس تحكم على المظهر الاغلبيه جزء انت اني نقول لا اهم شيء مظهر، بس الاغلبيه تحكم على المظهر الخارجي. وفي الختام وفقنا الله واياكم وسائر الاخوات الى ما فيه رضاه وعادنا جميعا من مضلات الفتن، انه جواد كريم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.